معرض الكتاب، لانه انا كتبت تصريح على الصفحه بتاعتي وما علقتش، يعني امتنعت عن ان انا ارد على اي حد من الزملاء الصحفيين وما علقتش على الموضوع خالص. القصه باختصار انه انا اخبرت بموضوع معرض الكتاب قبلها يمكن باسبوع واحد بس، يمكن اقل من اسبوع كمان. الامور اللي غير واضحه للناس ان هم متخيلين انا كنت عضو في اللجنه الثقافيه، انا كنت عضو في اللجنه الفنيه بصفتي فنانه تشكيليه في المقام الاول، مش بصفتي كاتبه او اديبه، يعني دي كمان نقطه ما حدش خد باله منها. فحتى اللي قيموا بعد كده اللي قالوا ازاي تدخل اللجنه الفنيه، هي ايه رصيدها في مجال الفن التشكيلي؟ ما يعرفوش حاجه عن رصيدي في مجال الفن التشكيلي، بعضهم ما يعرفش اصلا ان انا بعمل في مجال الفن التشكيلي بالاساس. فقيل لي انه انا ما عنديش اي فكره بصراحه عن موضوع لجان المعرض، عشان اكون امينه يعني ما عنديش اي فكره عن الدور او الصلاحيات اللي بيقوموا بيها. ف موضوع معرض الكتاب ليه في شق معنوي بالنسبه لي، وهو ان والدي الله يرحمه، انا طبعا جدي الاول اللي هو والد جدي هو مؤسس اول مطبعه خاصه على ارض مصر، ووالدي كان واحد من المشاركين في اول دوره لمعرض الكتاب المصري، فالموضوع ليه خصوصيه معنويه بالنسبه لي يعني. فلما بلغت بالخبر احتفيت بيه جدا. ايه صلاحيات اللجنه دي او ايه دور